هو في الحقيقة هذاك الموضوع ديال العقارب يحز في نفسنا أننا في قلب مدينة فاس، في قرية مدينة فاس إن قاب قوسين. كيف يعقل لمدينة عمرها 12 قرن وعقارب كيدوروا في قلب الأحياء السكنية التي تمتاز بكثافة سكانية وفي قلب يعني المنازل؟ والعقارب موضوع قدمنا شكايات وعدة شكايات، وفي الحقيقة استجبت السلطة المحلية، ولكن من رسلنا السيد رئيس المقاطعة والسادة كذا هذا كيقول لك حنا ماشي في الإشكال هذاك، موضوع خاص الاستجابة له وخاص التدخل العاجل، لأن راه تصاب الطفل صغير والحمد لله تم التدخل ديالو، راه دابا في الإنعاش يعني، وكانت الحمد لله اللي ما مات ما والو، ولكن هذا كنطقو ناقوس خطر، لأن العقارب والأفاعي كاينين فاس المدينة، هذا لا يعقل. وغدا واليوم كنعرفوا باللي ارتفاع الحرارة، درجة الحرارة، وهاد العقارب كتخرج وهاد الأفاعي السامة كتخرج، راه في الحقيقة كخص تدخل، لأن مللنا من هذا من هذا من هذا من هذه الأمور اللي هي بائسة في حق مدينة فاس.